الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، الصلاة والسلام على أشرف خلق الله وعلى سيدنا محمد ومن والاه، وبعد، صلوا عليه يا أخوات. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وآل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وآل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. إحنا نشعر بالضيق لأن نهدر أكثر أوقاتنا في التفكير في أشياء ما تغير من حياتنا في واقع الأمر. الشكوى، التذمر، الصمت أو الكتمان، كلها حلول للضعفاء. القوي بس هو اللي يعرف إن وجوده له قيمة وما راح يفرط في وقته أبداً. لذلك لأول مرة في السلطنة الدكتورة هالة سمير استشارية تربوية وأسرية راح تكون معنا في محاضرة بعنوان شفاء القلوب، وذلك يوم الثاني من مارس 2023 ميلادي في كلية عمان للإدارة والتكنولوجيا بحلبان مسقط، وللنساء فقط. رح نتعلم فيها كيف ممكن نحمي أنفسنا من العصبية أو الغضب، وإذا كنت تعاني من مشاعر سلبية وكثير تعاني من التفكير السلبي، فالدكتورة راح تعطيك طريقة عملية لمعالجة هذه المشكلة والكثير من اللي راح يساعدك تعيش حياة مستقرة بأبسط الطرق وأيسرها. راح تقدم المحاضرة من الساعة 7 وحتى 9 مساء بتوقيت مسقط، وراح يتاح لك طرح استفساراتك. وتخيلي كل هذا يبدأ ب 15 ريال عماني فقط. حابة تكوني معنا؟ اتواصلي على أحد الأرقام الظاهرة أمامك في الشاشة، 9887-0242 أو 9823-7797. والفرص المميزة تبقى مميزة والقرار دائما بيدك. قد بلغتكم، اللهم فاشهد عليكم. الغالية، جميل جميل ان الوحدة تكون ايضا الان متوضية قدر الامكان، مستقبلة للقبلة. ايضا استحضري النوايا حبيبتي، استحضري، لا تفوتي مثل هذه اللحظات. اذا الله سبحانه وتعالى وفقك لمثل هذه اللحظة ما تفوتيها ولا تفرطي فيها. عددي النوايا، وانا اذكركم اذا كان لك نية اذكريها، استحضريها كلها في لحظة صمت. استحضري رضا الله سبحانه وتعالى، استحضري مغفرة الله سبحانه وتعالى، استحضري طلبك الذي تريدينه من الله تعالى، استحضري واطلبي منه توفيقه، استحضري أن الله تعالى يعينك ويهديك ويغفر لك ويرفعك ويعلي مقامك. وأن إذا كنت أيضا لك أحباب تريد أن تدعين لهم، ادعي لهم في هذه اللحظات. الله سبحانه وتعالى في هذه اللحظات يقول: هل من سائل فأعطيه وهل من مستغفر فأغفر له. فما تفوتي على نفسك هذه الفرصة. إذا نكمل حبيبات الغاليات تدبر هذه الآيات الكريمات، وهذه المرة في سورة البقرة لكن الآية 21. آخر مرة كنا تكلمنا عن المنافقين وحالهم، والله سبحانه وتعالى يوصف حالهم، يصف حالهم يا حبيبتي بحال الناس المخادعة المرائية. ثم يكمل الله سبحانه وتعالى تذكيرنا. وعلى فكرة الله سبحانه وتعالى دائما ما يذكرنا، يذكرنا بنعمته علينا، وأول نعمة توفيقه لنا في هذه الجلسة. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، أو وفقتنا غيرنا لم يوفق، اللهم لك الحمد. تراها ما سهلة وما بسيطة أن الله سبحانه وتعالى اصطفاك من الناس، ما سهلة وما بسيطة أن الله تعالى وفقك لمثل هذه الجلسات وفي هذه الأوقات. ناس واجد تحاول تنهض، حال صلاة الفجر ما يوفقوا، حال صلاة الفجر حبيبتي وما يوفقوا، وها أنت الله سبحانه وتعالى اختارك. أقول اللهم لك الحمد، استشعري هذا الشيء. الله تعالى دائما ما يذكرنا بهذا الفضل وما يمنحنا. أصلا سورة الفاتحة حتى نبقى في استذكار،
فتأتي الآيات يخبرنا الله تعالى أصلاً أنت إيش الهدف الأساسي من خلقك؟ ما الهدف الأساسي من خلقك؟ يقول الله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الله سبحانه وتعالى يخبرنا يا أيها الناس، ما حد خاص عن حد، ما حد أحسن عن حد، كل الناس مخلوقين للعبادة. سنبغاك شوية تركز معي، ما العبادة؟ مو هي العبادة الله سبحانه وتعالى. البعض يقتصر العبادة على الفرائض، يقف عن ذي النقطة، لكن الله تعالى قال لعلكم تتقون، وهذا تخلينا شوية نركز في نقطة. وذكرنا من هم المتقين في بداية سورة البقرة، الله تعالى قالنا من هم المتقين، إلهم صفات، أولئك الذين ما لهم عندهم ثلاثة أشياء قلنا أساسية: العقل، الروح تعمل عندهم، والجسد مفعل عندهم، والنفس مفعلة، يعني جسدهم يعمل وروحهم تعمل وكذلك أرواحهم تعمل وكذلك أنفسهم تعمل، سبحان الله. أما فعل الروح، فعل الروح إيمانهم بالغيب، يؤمنون بالغيب. وعلى فكرة اللي يؤمن بالغيب يقيم الليل، من يؤمن بالغيب يقيم الليل. لماذا؟ لأنهم علموا إن ناشئة الليل أشد وطئا وأقوى مقيلا، فقالوا ما في غير إنه إحنا نذهب إلى الله في هذه الأوقات. شوفوا المتقين يؤمنون بالغيب، قالوا إذن ما في غير هذه الأوقات، لأن الله تعالى يجيب المستحيلات في هذه الأوقات. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، فآمنوا. نسأل الله تعالى أن نكون ممن اتقوا ومن الذين يتقون يا رب العالمين. الله تعالى يقول: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، اعبدوا ربكم. العبادة جاية فيها شقين، الشق قائم باتباع أوامر الله، والشق الثاني اجتناب نواهيه. فما ينفع الإنسان يكون من المتقين إلا إذا أتى بهذين الأمرين: رقم واحد أن يأتمر بما أمر الله، ورقم اثنين أن يجتنب ما نهى الله. طب في ناس تأتي أو تأتمر بما أمر الله، جميل، بس لا تجتنب ما نهى الله عنه. هم آمنوا لكن ما نسميهم متقين. التقوى أعلى درجة، التقوى أعلى درجة في الإيمان، عشان الناس تعرف الفرق. يعني ما تقول بس أنا متقية، المتقي هو الذي أيضا يترك كل أمر الله تعالى أمر بتركه. واتقوا الله ما استطعتم، قدر الاستطاعة، أقصى شيء تستطيعه إنك تتقي لا تتقيه. قلنا مو يعني نتقي، نتقي أي نجعل بيننا وبين ما يغضب الله حاجز. أنا أريدش كأنش تتخيلي نفسك إن في كل حرام نار، وما أريدش تتخيلي النار اللي هي النار السعير، أريدش تتخيلي النفس كيف تكون مضايقة، قلبش كيف يكون مستاء من الخطأ، نار الخطأ. فكل ما جاءت النفس وسولت لش أنك تسوي شيء خطأ، تذكري كيف ضميرش يعتصر، كيف نفسش تتألم. حتى إذا أتاك الأمر هذا أو وسوست لك نفسك أنك تسوي شيء غلط كرهتيه. يعني واحدة من الأمور اللي تساعد أنه إحنا نكره الغلط حبيباتي، نستذكر كيف قلبي يعتصر قباحة ذا الشيء، وكيف إنه هذا الشيء اللي الله سبحانه وتعالى أمرني إنه أنا أكتنبه يحرمني نعمته، يحرمني فضله. فتذكري هذه الأمور. إذن الله تعالى يأمرنا بالعبادة. أكثر الناس
ما شاء الله يستطيعون أنهم هم ممكن يجتنبوا، لكنهم ما يلتزموا. لأن احنا قلنا في شقين، طاعة الله واجتناب نواهي. أحيانا أوامر الله سبحانه وتعالى في بعض الأوامر تكون مخالفة فيها لرغبة النفس، فيها مخالفة لرغبة النفس. يعني مثلا من ضمن الأوامر الله سبحانه وتعالى يأمرنا فيها أنه إحنا ننفق من أموالنا، هذا من ضمن أوامر الله تعالى، لأنه إحنا قلنا المتقين هم الذين مالهم ينفقون. فمن ضمن الأشياء يا حبيباتي اللي هي حبنا للمال، الله تعالى يأمرنا أن ننفق منه. فالتقوى أن تنفق مما تحب، التقوى أن تنفق مما تحب. شوف، تخالفي هواك، مخالفة الهوى من التقوى. من يتق الله يخالف هواه ويذهب إلى ما أمر الله، حتى لو كان يموت في الفلوس. ومن يوقى شح نفسه، سبحان الله، شح النفس. ولذلك الناس اللي حب النوم واجد، في ناس تحب النوم تنهض. يعني ترى قلت لكم أنا قيام الليل من التقوى، قيام الليل من التقوى حبيبات، من التقوى. ليش؟ لأنش أنت تنفقين من النوم، كان بإمكانش تنامي الآن، لكنك آثرت البقاء، فذلك من التقوى، لأنك خالفت شيئا تحبه نفسك. ما حد ما يحب النوم، ما حد ما يحب الراحة. قلت لا، الله تعالى يذكرنا. ليش قلنا يا ناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم؟ ليش الله تعالى يقول اعبدوا ربكم؟ ليش؟ لأن الله تعالى متفضل علينا. يعني أنا ليش أعبد الله تعالى؟ أعبد الله تعالى لأنه تفضل علي، أعطاني، مو أعطاني. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. شوف الله سبحانه وتعالى ما يقولنا حبيباتي. أول شيء جعل لنا الأرض فراشا. تعرف مو يعني الفراش؟ هل نعرف ماذا يعني الفراش؟ الأرض فراشا، يعني جاوبني كذا، ماذا يعني الأرض فراشا؟ جعل الأرض فراشا، منبسطة، مريحة. هل كل الأرض منبسطة؟ مع أنه فيها جبال، صح؟ أيوة، ممهدة، بالضبط، تمهيد. ترى لما أنا ممهدة سهلة للعيش، فيها كل الأرزاق. جعل الأرض فراشا يعني مهيئة لخدمة الإنسان، بارك الله فيك، مهيئة لخدمة الإنسان. أحيانا الإنسان ما يستوعب كيف يعني الله تعالى مسخر لنا هذا الكون. حدود استيعابنا كيف الله سبحانه وتعالى مسخر لنا هذا الكون. دائما حدودنا ضيقة. الله تعالى مهد لك الأرض وما فيها، وما فيها. تعرفي هذا التمهيد لا يقصد به فقط التمهيد المادي، التمهيد هذا ليس فقط التمهيد المادي، لأن الله تعالى دائما يخبرنا، دائما لما يجيب لنا الأرض ما حد يجيب لنا السماء، صح؟ لما يجيب لنا الأرض دائما يجيب لنا السماء، ما دائما لما يقولنا الأرض فيها كذا السماء فيها كذا، أو إنه يذكرنا السماء مع الأرض مع بعض. لماذا؟ لماذا؟ أباش كذا تتأملي كرم الله تعالى واحمد الله تعالى على ذي النعمة. ليش؟ ما جعله الله في الأرض، ما خلقه الله لك في الأرض
خلقه خلق لك مثله في السماء. كيف يعني؟ يعني ما تطلبينه في الأرض بالسعي تطلبينه من السماء بالدعاء، وما تطلبينه بالدعاء أقوى مما تطلبينه بالسعي. أعيد، ما خلقه الله في الأرض خلق مثله في السماء، وما تطلبينه في الأرض بالسعي. يعني إحنا أصلا في الأرض سعينا مادي، نسعى السعي المادي، لكن ماذا عن الـ عن عن اللي موجود في السماء؟ ما الذي موجود في السماء؟ ما يوجد في السماء هو عالم الأمر. الله، عالم الأمر. نعم، عالم الأمر يعني الإذن. الإذن، يأذن الله لك. يعني مثلا أنا في الأرض بغيت، خلينا نقول أنا بغيت من الله تعالى وظيفة، بغيت مال، بغيت ذرية، بغيت أي كان ما بغيته. شوفوا، في الأرض، في الأرض يخلق على شكله المادي لأنه عالم الخلق، ممهد، يمهد لك إياه، يجهز لك إياه، لكن هذا التجهيز لن يحدث بدون أمر من الله. وأين عالم الأمر؟ في السماء. لماذا؟ لأن الله تعالى عرشه في السماء بدلالة الآيات. فالله تعالى، فالله تعالى يقول لك إذا باغية يسهل لك، شوفي، يجهز لك. ولذلك للعلم، لما الله تعالى قال جعل الأرض فراشا، يعني هو أصلا كل الأشياء اللي انت تطلبيها موجودة، موجودة، جاهزة، جاهزة، ممهدة، خلاص، مخلوقة، متخيلين؟ خلقت، لأنه أصلا ممهدة. إذن ماش المطلوب؟ مطلوب أنك أنت بس تقول يا رب، أنت بس مطلوب منك أن تسأل رب السماوات والأرض. لماذا؟ حتى يأذن الله لك فتراه عينك. لكن البشر مالهم؟ البشر دائما حدود تفكيرهم الأرض، فإذا ما وجدوا أمامهم قالوا ربي أهانا، مع أن الله تعالى علمنا إيش، كيف ندعو. يقول لك تبغى شيء أطلبه بالدعاء فيريك الله إياه في الأرض، لأنه أصلاً مخلوق لك. فالمتقي المؤمن، شوفوا المؤمن ماذا يفعل، المؤمن ماذا يفعل؟ يعرف، يعرف أنه أنا عشان أشوف الشيء اللي أبغاه أطلبه أول شيء. لماذا؟ إذا طلبته ووثقت به سبحانه، إذ بالله يريني إياه رأى العين، حقق لي إياه، حقق لي إياه، يعطيني إياه، يأذن لي فأراه. طيب كيف أراه؟ تجد الله سبحانه وتعالى، الله تعالى تدبيره ترى واسع، يعني عقولنا أحيانا ما تستوعب. واحدة تقول يعني لمجرد أني أنا أدعو، ما أنت سعيك في الأرض لا يتوقف، لا تظن أن سعيك في الأرض يوقف. أنت سعيك في الأرض أن تدعو، سعيك في الأرض أنك أنت تؤدي العبادات اللي عليك، سعيك في الأرض أنه إذا كان عندك مهمة تديها، تديها، وبعدين ستجد أن الله تعالى يفتح لك. سبحان الله، يسخر لك الناس، يسخر لك الكون، يسخر لك الأحداث. أعطيكم مثال بسيط، سبحان الله. يعني أحيانا الإنسان ممكن يكون عنده اختبار، يعني مثلا الطلبة عندهم اختبار، ويمكن واحد من الطلبة في نفسه يقول سبحان الله، يعني أنا ما مستعد لهذا الامتحان، فيسأل الله أن يحدث شيء بحيث أنه الامتحان يتأجل، يتأجل، لأنه هو يشعر أنه أنا بعدني ما مستعد. فإذ بالله ينزل المطر، فيقول ليش ماشي دوامات، يؤجل الاختبار. ما تصير؟ ألا تحدث؟
ألا تحدث؟ سبحان الله، يعني يكون الطالب أصلا ما مستعد. وشوفوا الامتحان، الامتحان يعني أصلا مثلا من الثاني عشر ممكن يكون الامتحان خلاص هذاك يعني ثابت والموعد ثابت، لكن هذاك يشعر في نفسه إنه هو ما مستعد. يا رب أغي فرصة زيادة، دعاء صادق، فينزل الله الأمطار. يقول ليش بعدين خلاص ما فيه، وهو متوكل على الله. فإذا تسخير، هو مو سوى شيء الإنسان هذا غير دعاء؟ هذا الإنسان هل سوى شيء أكثر من إنه دعا الله تعالى؟ مهد له الأمر ولا ما مهد له إياه؟ فإذا ما تقولي الواقع يقول لي. نعم تؤجلين الامتحان، لكن الله تعالى يريد دعوة صادقة، دعوة صادقة وافقت قدرا من أقدار الله وحصل. نعم هذه السنة قد يكون دعاء، ممكن نعم ممكن يكون حد مثلا بغي تحضر المحاضرة لكن سبحان الله عندها ظرف فدعت أن تؤجل، فتتأجل تتأجل عشان خاطرها. سبحان الله، فالإنسان مو سوى، هل سوى شيء هنا أكثر من إنه هو دعا؟ فلماذا الإنسان يفهم إنه الأرض ممهدة، يعني يفتكر إنه يعني الأرض ممهدة بمعنى إنه الخلق الله تعالى يخلق لك كل شيء بسهولة باب التعقيد اللي أنت بتخيل إنه الله تعالى يريد أن يخبرك أن الأمر أسهل مما تتخيل. تسخير، نعم تسخير، الأمر فقط يتطلب منك توجه صادق. فالله تعالى يخبرنا أنه أصلا مسخر لكم كل شيء، مسخر جاهز، فقط إنك أنت تتوجه إلى الله تعالى. ويعني لما الإنسان أحيانا ناوي ويكون ما نايم، ممكن يكون ما نايم، يكون ما نايم تعبان مرهق، لكن يطلب من الله تعالى أن يقيمه لليل، يعني ينهضه في الليل في أحب الأوقات. والله ممكن يكون ساعة نايم لكن ينهض نشيط. هل بذل مجهود؟ ما بذل مجهود. هل سوى شيء؟ هل شرب منبه؟ لا، نام وناهض من نومه شبعان من النوم. ماذا فعل؟ فعل شيء؟ ما فعل. وكم من مسألة تغلق علينا نحن البشر، كم من مسألة تغلق علينا، ما نفعل شيء، فقط كل ما نفعله توجه صادق لك يا رب. فإذ بالله يمهد، لما فرش لك الأرض فرش لك يعني مهد لك الأمر. كل ما عليك فقط إنه إيش؟ ها قل يا رب. لذلك الله تعالى دائما يجيب لنا الأرض مع السماء. انتبهي، يوم تشوفي الأرض مع السماء استبشري خير، يعني معنى ما تريدينه في الأرض ها بالدعاء يستقلب، بالدعاء يستمطر، بالدعاء تؤخذ الطلبات. دعاء نعمة عظيمة، الدعاء كرم من الله سبحانه وتعالى، الدعاء سعي. فإذا تبع في ناس إيش تشتقي في الأرض، تسعى تموت تنحر نفسها، لكنها ما تفكر إنها تقول يا رب، ما تفكر تقول يا معين، وتنسى أن الله تعالى رب السماوات والأرض. فما عجزت عن رؤيته بعينك اطلبيه من رب السماء اللي يخلق لك كل شيء، سيخلق لك. شوف وش يقول، وانزل من السماء ماء، ولها رمزيتين عشان بس اخبركم انه المعنى، من الناس احيانا تقف عند المعنى المحدود. وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم،
حسب الظاهر نشوف الآية كذا، حسب الظاهر إنه الماء الذي ينزل من السماء فيسقي الحرث فينبت الله نبات ونأكل منه، هذا صحيح. بعد في شيء ثاني، يسقي الله دعاءك، يسقي الله دعاءك، أو يسقي الله دعاءك، فماذا؟ فيصبح حقا، فيجعله حقا. ثمرة، الثمرة مو هي النتيجة، الثمرة دلالة على النتيجة. دلالة على النتيجة. فسبحان الذي ها أرزق. ترى الله تعالى مو يقول، طب أنا ليش من هيك قلت هذا الكلام؟ عن واحدة تقول لي بعدين، تقول يعني تقول هذا الكلام وهاك تحثين على موضوع الأرزاق في الدنيا، لأنه أنا في ناس ممكن تقول لي دي دائما تحثين على الأرزاق في الدنيا، لأنه الله تعالى أصلا يقول أنه الأرزاق موجودة. ألم يقل الله سبحانه وتعالى في آياته الكريمات وفي السماء رزقكم وما توعدون؟ هذا أنا قالت له. الله تعالى قال في آياته الكريمات، فما أنا الذي أدعو؟ الله تعالى الذي يدعوك، ما أنا اللي أدعوك. لأنه في ناس دائما تركز على أنه أعبد الله أعبد الله أعبد الله أعبد الله، حتى في طلبك، حتى في حاجتك الدنيوية، يعني ما تركز فقط على أنه عيش الحياة الدنيا صح عشان تعيش الآخرة صح، عيشها بكل التفاصيل صح. لما الله تعالى يأمرنا أنه نعيش الدنيا والآخرة، يعيشون الأنبياء الصالحين يعيشون الدنيا والآخرة بتفاصيلها، ما يحرموا نفسهم. والله والرسول صلى الله عليه وسلم أصلا نبذ الزهد، يعني الزهد بمعنى الزهد اللي هو لدرجة التقشف، لدرجة أن واحد يقول ترك الزواج، قال أنا أتزوج أنام وأصحو أصوم وأفطر أعيش حياتي، الله تعالى ما خالقني عشان أنا أحرم نفسي. الله تعالى معطيني هذه النعم، وقوم أقتل نفسي بالصيام بالصيام بالصيام، نعم صم أدي الصيام وتقرب إلى الله بالصيام، لكن ما يكون كل عمرك صيام، ما يكون كل وقتك فقط أنت تؤدي وما إلك سعي في الأرض. بعدين الله تعالى أعطاك فطرة، أعطاك خصائص، ماذا فعلت بهذه الخصائص؟ على فكرة ترى الفطرة لها طلبات. لما أنت تحرمي نفسك، لما واحد مثلا تقول ليش أنا خلاص أنا ما أريد أتزوج، رهبنة، شوفوا الرهبنة، أنا ما أريد أتزوج، أنا أريد بس أتعبد، الله سبحانه وتعالى حرم هذا الشيء. ليش؟ لأنك أنت تخالفين الفطرة، فإذا خالفت الفطرة تمردت عليك. ولذلك يمكن تسمعوا هذول الراهبات يقمن علاقات محرمة أصلا. لماذا؟ لأن الإنسان له فطرة، يعني مهما حاولت، يعني أنت جالس تخالف فطرتك. وبالعكس يكون أضعف الإنسان عندما يخالف فطرته، لكن عندما يغذيها ولكن وفق أوامر الله يهذبها، يهذبها وفق أوامر الله، هذا اللي فعلا يتقي الله تعالى. فما يقول بس فقط حياتي، يعني حياتي اللي يقول ليش أنا أعبد الله أعبد الله. طيب لك الله تعالى معبدنك، من ضمن الأمور في العبادة أنك أنت يعني شهواتك تعطيها حقها وفق أوامر الله تعالى. هذا أبو باغي يعبد الله تعالى، ما يغالي، هناك ميزان، ما يغالي في ميزان. الله تعالى أيضا يعرفنا بقدرته، أول شيء يعرفنا بوظيفتنا في الأرض. شوفوا التدرج،
تدرب في القرآن عجيب سبحان الله. الله تعالى في خطابه لنا يخبرنا مجموعة أشياء. أول شيء قلنا أعبدوا، يعني أنت أصلا عبد لله، وظيفتك في الأرض أن تعبده. ليش أعبدك يا ربي؟ لأني خلقتك، وفوق ما خلقتك عطيتك ومنحتك ورزقتك. لماذا تحبين أمك وأبيك؟ أليس الأب والأم تجسيد مادي لرحمة الله، شكل من أشكال رحمة الله؟ احنا نسميها تجلي مادي لرحمة الله، شكل من أشكال رحمة الله تعالى في الأرض. طبعا الله تعالى رحمته وسعت كل شيء، هذا مثال على رحمة الله، لأنهم ربونا وتعبوا علينا. فإذا أليس الأولى ولله المثل الأعلى إن نعبد الله تعالى اللي يتفضل علي كل يوم، اللي بيده أن يأخذ روحي في لحظة ولكنه يسترني. ممكن أكون أعصي، ها، أعصي في أرضه ومع ذلك يسترني ويمهلني. اللهم لك الحمد على الستر. تخيل حبيبتي يسترك، يعني تخيل أنت في أرضه، أنت تخيلي داخل بيت إنسان، بيت إنسان، ما بيتش، بيت إنسان، وبعدين هذا الإنسان يأكلش ويشربش ويعطيش اللي أنت تريديه، وكل ما طلبتيه عطاش، كل ما طلبتيه عطاش، وانتي تسرقيه، وانتي تسرقيه، هو عارف انك بدك تسرقيه، بس هو تركنش على امل انك ممكن تتوقفي عن السرقه. بالله عليك، الا تقولين عن صاحب ذلك البيت انه كريم؟ ولله المثل الاعلى. فالله تعالى يريد يذكرنا في هذه الآيات، يذكرنا، يقولنا إنه أنت عبدي وأنا أعطيك وأرزقك وأمنحك وأغفر لك، وفوق كذا تعال خبرك قدرتي. قدرتي أيوة، يعني أنت فوق ما تعصيني. شوف، برغم إنه أنا القادر، شوف الله تعالى يقول إنه أنا القادرة عشان يخبرك، يقول وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، يعني يريد يخبرك إنه أبسط شيء القرآن الكريم. لو صح أنتوا شاكين فيما أتى به نبي الله تعالى، جيبوا سورة من مثله، هذا أبسط شيء الله تعالى يتحدانا فيه. يعني أول شيء خبرنا مو هي مهمتنا في الأرض، خبرنا فضله علينا، ثم أخبرنا قدرته سبحانه. فيلي تعصي، يلي تخالف الله تعالى، يلي ما تتقي، تذكر أنت ليش موجود، ومن الذي يعطيك، ومن الذي أعطاك، إيش عطاك، ومن هو اللي عطاك. عطاك سبحانه الكريم، سبحانه العظيم، اللي يتحداك في أبسط شيء، عشان تعرف إنك لا شيء دون الله. لما تتأملي دي المعاني وانت جالسة كذا في السجادة يا حبيبتي، اسجدي لله، اسجدي لله. لماذا؟ تعرفوا في ناس ما تستحضر عظمة الله، ما تستحضرها. قولي سبحانك اللهم وبحمدك، سبحانك اللهم بحمدك، خلقتني، أويتني، كفيتني، أعطيتني، سترتني، وده أهم شيء، أهم شيء الستر. إذا الله تعالى جملك بالستر فجملك بأجمل الأشياء. تعرفوا في ناس لما تفضح، من فترة بسيطة سبحان الله، يعني تجينا أحيانا كذا بعض الأحداث، بعض الأحداث لما تكوني أحيانا، ترى أنا أحيانا قلت لكم يكون عندي وقت كذا أخصص وقت
وشاهد فيه محاضرات أو أحضر فيه كذا بعض الدروس، لأنه الإنسان لازم شوية يتعلم. فأحيانا وانت جاي ايش كذا بعض القصص تظهر لك في اليوتيوب، ويمكن أحيانا الناس اللي تتابعش تتابعها هذه القنوات فتظهر لك انت في البحث. فكانت في قصة واحدة من الفتيات اللي قتلت أمها، زين قتلت أمها، زنت وقتلت أمها، وهذه حادثة بشعة. فكنت أتابع الحادثة، وترى الله سبحانه وتعالى على فكرة ما يرسل لنا أحداث. الله تعالى يريد يعلمنا شيء، إنه إذا كنت أنت تسوي شيء غلط وإذا كنت تفعل شيئا خاطئا، الله تعالى يمهلك، ثم تأتي عشان تعرف نعمة الستر. فمن ضمن الفيديوهات اللي كانت تطلع لي، إنه يعني وحدة قابلتها في السجن، قابلت هذه القاتلة في السجن، كانت داخلة بسبب الشيكات، فتقول لما كلمتني قلت لها أنت انتهى رصيدك من الستر. ليش؟ لأنه الإنسان الله تعالى يعطيه، لكن عندما يجد فيه صلاحا، شوفوا كرم الله تعالى، ترى حتى كشف الستر لأجلك، شوفوا كرمه، كشف الستر لأجلك، يعني حتى وهو يكشفك عشان يصلحك. لأنه في ناس بعد كشف الستر تتوب. فإيش يسوي؟ إيش اللي بيصير؟ حكم عليها بالإعدام، والإعدام تطهير في القتل، خلاص تطهر، لأنه هذه سعيها خاطئ في الدنيا، ما ينفع سعيها في الدنيا بهذه الطريقة. فالله تعالى يريدها، يعني شوف الله تعالى يريدنا نذهب إليه مطهرين حتى من أبشع الأشياء، يجملنا بالستر. وشوفوا الله سبحانه وتعالى عظمته وكرمه، شوفوا يعني أريدش تتأملي كيف أن الله سبحانه وتعالى عظيم كريم رحيم. هذه واجدة، رحيم، رحمته رحمن. فلا تقنطي. فما في إنسان يقنط. الله تعالى يخبرنا برحمته وفضله، فيقولنا إذا ما اتقيت الله تعالى، إذا ما اتقيته وما جعلت له، يعني في ناس تجعل لله تعالى شركاء، وما أكثر الشركاء. دائما أقول حنو، يعني الشركاء ما لازم صنم، البعض يجي تفكيره الشريك صنم، لكنه الشركاء ممكن أحب المال، أحب الوظيفة، أحب شخصا. في ناس يعبدوا وظيفتهم أكثر من الله تعالى، في ناس تعبد المال أكثر من الله تعالى، شركاء. في ناس تؤجل عبادة الله تعالى، مثلا تقول لك أنا جالسة أسوي علم، لكن في شيء اسمه فريضة، فريضة أقوى من فريضة، صحيح فريضة العلم. في ناس لما يكون الموضوع فيه هل أمر الله، هل نداء الله، أم نداء الرغبة، قل ليش لا، نداء الرغبة. واحدة قالت الذاكر، طيب جميل إنش الذاكر، طيب أذن الأذان، قالت ليش أنا قالت أذاكر، يوم أخلص هذا الشابتر ولا ما أعرف الجزء هذاك بعدين أروح أصلي. إذن شريك ولا ما شريك، قالت ليش أنا أبغى ما عندي وقت، أنا باغية أجيب درجات، وعلى بالها إذا يعني إذا جلست على ذيك المادة وجلست تذاكرها وأجلت الصلاة عشان تذاكر هذاك الشابتر ولا هذاك الجزء ولا ذاك الفصل، نست
إنه أصلاً اللي وفقها الله سبحانه وتعالى، الله تعالى قادر إنه هو إيش يشرح لها صدرها ويسر لها أمرها وتقل أسئلة سهلة. بس هي ما فكرت كذاك، مو قالت قالت عني جيني الاختبار صعب وأنا ما عندي وقت أجلس أذاكر. وهناك من تطيع زوجها أكثر مما تطيع ربها، شركاء شركاء، التلفاز شريك، التليفون شريك، نعم الزوج شريك، هذا شركاء. يقول الله تعالى ولا تجعلوا لله أندادا، باغي صح تتقي الله تعالى. تخلي تخلي، تعرف التخلي يعني لا تجعلي لله شريك. وعلى فكرة من أجمل العبادات عبادات عبادة التخلي، يعني ويش يعني ما أجعل الأشياء الثانية في مرتبة تعادل مرتبة حب الله تعالى عندي، يعني الله تعالى حبه فوق. هو هذا التخلي، التخلي أي أن أجعل الله تعالى كل شيء، كل شيء في كل تصرفاتي. وما بعد ذلك، بعد ذلك نعم أحب زوجي، أحب المال، أحب، ما في إشكالية، بس بشرط ما يكون ما يكون أعلى مقاما من الله تعالى، يعني الله تعالى رقم واحد. فإذا كان الله تعالى رقم واحد خلاص، أما تجعل الله وتجعل الآخرين في نفس المقام أخطأتي، ما تخليهم في نفس المقام. الله تعالى يقولنا ترى إذا ما فعلتم، ويقول ولن تفعلوا. تعرفوا طبيعة الإنسان إنه في ذيك الجرأة، سبحان الله ذا المخلوق برغم إنه ضعيفة ويوم يتألم يقول يا رب، وفي ذيك الجرأة. شوفوا 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 الإنسان تو يصيح ويبكي ويقول يا رب ويتألم، لكنه عنده مشكلة. إيش مشكلة الإنسان؟ أسوأ مشكلة عند الإنسان، ها من تقول لي أسوأ مشكلة عند الإنسان؟ نسى الله، نسى ربه، ينسى. يوم يكون في أزمة يا رب ويا رب أوعدك يا رب، أوعدك يا رب أردع لك، أوعدك يا رب أدي اللي أنت طلبته مني، أوعدك يا رب إني بصلح، أوعدك يا رب. وبعدين أما يخرجه الله تعالى مما هو فيه. ولذلك يا حبيبتي والله ترى الابتلاء نعمة. ليش؟ ليش نعمة الابتلاء؟ لأنه الابتلاء يخليش في طريق الله أصلا. في ناس ما فاهم هذا الموضوع، بالله عليكم أحيانا يكون فعلا، يعني هل معناته أن احنا نريد أن نعيش في ابتلاء؟ لا، لكنه الابتلاء ترتيب، ترتيب لك، ترتيب ترتيب حياتك اللي كانت غلط، ترتيب لحياتك اللي كانت تتصرفي فيها، كنت تتصرفي فيها غلط. طب أنا لي حاجة صار لي مدة وأنا لي حاجة، طيب ترى أصلا انتي هذه المدة اللي انتي جالسة تنتظري فيها الله تعالى جالس إيش؟ جالس يرتبش من الداخل، جالس يصلحش. ليش؟ عشان بعدين لما تجيك النعمة تكون انتي مستحقة لها، مستعدة لها. وأنا أحيانا ترى لاحظت في الفترة الأخيرة بعض الأخوات من بعض الكلمات يتحسوا، يعني كلمة استحقاق قالوا ليش، أوين هذا فكر، يعني مصبه فكر مضلل، وهذا فكر يعني ما صحيح، ولو قلت تجلي قالوا لي جابت كلمات مال تخريف، ولو قلت تخلي قالوا جابت كلمات مال تخريف. سبحان الله، مع أنها كلها كلمات قرآنية. ألم يقل الله حق؟ ألم يجعله حق؟ يعني سبحان الله، ما تعرفوا كيف الناس قالوا ليش كلمات، وهي كلمات موجودة في القرآن، كلمات بليغة، لكن للأسف أغلب الناس ما تستخدمها، ويوم أنا استخدمها قالوا جايبة مال الفكر الغربي. فهجر نعم تخلي. قالوا ليش لا، قالوا يدسون، يعني سبحان الله
يمكن اللي تابعني في الانستغرام يعرف هذا الامر. شاف شاف يعني عجيب عجيب. اذا انت استخدمت كلمه ما على هواهم، يعني لازم استخدم الكلمات العاديه. انا استخدم كلمات قرانيه، ايش المشكله؟ ما الخطا؟ ما الخطا؟ فسبحان الله، فالناس يعني لا يعجبها شيء. يقول الله تعالى انه احنا ننسى، ننسى لانه ننسى. الله تعالى يريد تهذيب يعني، فحق عليهم. نعم، الله تعالى من كرمه يريد لك ويش؟ يريد يتوب عليك. لماذا يريد يتوب عليك؟ لماذا يريد يتوب عليك؟ تعرفوا في مثل واجد جميل احنا نقوله لما نطبع في كرم، نقول انت كريم ونحن نستاهل، صح؟ لما يعني مثلا شخص كريم يقول انت كريم واحنا نستاهل، نقول هذه الجملة، صح؟ فما بالك اذا كان الكريم هو اكرم الاكرمين. طب الله تعالى يقول ليش انا الكريم وانت عبدي الذي يستحق؟ لذلك الله تعالى يريدك تستحقي، يريدك اول شيء انك تكوني من اهل الاستحقاق، يريدك تكوني يعني يجعل لك ما تريدينه حقا. طيب الله تعالى يقول لك عشان تحصلي على هذا الشيء لازم اول شيء اهذبك، اهذبك يا فلانه. لماذا؟ لانه عندك مشكله تحتاج شويه تعديل. ما ينفع انا قانوني يعني، لانه الله له قانونه، له سنته في الارض. ما تجي انت على كيفش يعني، يا رب انا اعصيك واعطيني، اعصيك واعطيني، ما يستوي. الله تعالى له سنه يعني، مثل ما انتي مثلا ساكنه في بيت والدك، والدك يقول لك الساعه 10 ما حد برا البيت، الساعة 10 ممنوع تخرجي من البيت. قولي له لا أنا خالفك، ساكنة في بيتك وأكل من بيتك وأنا مثل ما يقولوا شحطة وكبيرة، وبعدين في النهاية لا أخالفك. يا حتى البنت اللي كذاك تفعل ماذا يفعل؟ مو يقولوا عنها البنت اللي تخرج عن أوامر بيت أبوها، مو يقولوا عنها يعني، يقولوا عنها سيئة، صح ولا لا؟ اجتماعيا، هذا اجتماعيا على المستوى الاجتماعي، قولوا ما فيها أدب، هذا على المستوى الاجتماعي. فما بالك إذا كان الله، ولله المثل الأعلى. يعني أنت باغية الخير وفي نفس الوقت تعصي، ما يستوي. وإذا تاب أكيد أكيد سيبقى بل إذا تاب الله تعالى يتوب عليه. ولذلك الله تعالى يطلبنا دائما، يسألنا الله تعالى، شوفوا يعني تخيلوا ما يسألنا من باب السؤال، لكن يعني يطلبنا إنه أنت بس اتقيني، أنت بس لا تخالفني، أنت بس اصطبر على قدري، سأعطيك، سأعطيك، سأمنحك، سأدلك، سأكون معك، فقط إيش؟ انتبه لأوامري. الله سبحانه وتعالى هنا ينبهنا، ينبهنا أخواتي إلى طاعته، وينبهنا إلى أنه إحنا أصلا خيرنا واللي إحنا فيه من خير. أريدش تشوف الخير، لأنه في ناس ممكن تقول أين الخير، أين الخير؟ الخير في كل شيء حبيبتي، إن كنت حرمت شيء فقد أعطيت شيئا في المقابل. فإحنا متقلبين في نعم الله. شوفوا يقولنا الله تعالى، الله، شوفوا إيش قالنا، اتقوا، وبعدين إيش قالنا، وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات. والدش سمعتي كلامه وقلتي ما أخالفه، فإذ بالله يسوق لك خيرات كثيرة. وأنا يوم أجيب لك مثل في الدنيا عشان تستوعبي وتعيشي، ترى ما ترينه في الدنيا أمثلة بسيطة مادية الله تعالى يخبرك فيها عشان عقولنا تستوعب. تستوعب ماذا؟ تستوعب كرم الله تعالى،
تستوعب إحاطة الله تعالى بنا، تستوعب لطف الله تعالى بنا. نحن البشر عقولنا تطلب دائما أدلة. وبشر الذين آمنوا، يعني بشراك بشراك، بشراك بشراك. لها نوقف هنا عشان هيقارب على وقت أذان الفجر. أخواتي الغاليات، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. غالياتي وحبيباتي، الغاليات حبيباتي، في هذا الوقت استغلوه استغلوه استغلوه، هذا العشر دقائق المتبقية استغليها في الاستغفار، استغليها في الاستغفار. اجلسي في مكانك إذا متوضية في سجادتك، استغفري ولو 100 استغفارة، ثم ادعي الله سبحانه وتعالى ما شئتي من خير الدنيا والآخرة. ولا تنسوني من الدعاء، ربي يهدينا وإياكم ويصلح حالنا وينصرنا يا رب العالمين ويعطينا سؤلنا. ربنا تقبل منا، ربنا وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ربنا واهدنا رشدنا، ربنا واهدنا رشدنا، ربنا واغفر لنا وتب علينا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات يا رب العالمين. اللهم لا تؤاخذنا إذا أخطأنا أو نسينا، ربنا وتقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم اهدنا، اللهم اهدنا، اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت يا رب العالمين. واغفر لنا، إنا نستغفرك ونتوب إليك يا رب العالمين. صلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين الذي وفقنا وهدانا وكفانا وأوانا. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. أخواتي بارك الله فيكم، استودعكم الله، تركتكم في ودائعه ولطفه وكرمه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.